السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم كريم من قناة فوت طونتيا. الحديث عن مباراة الجزائر الكاميرون لا يزال يتواصل، بل كل الحديث إلا عن الحكم الغامبي باكاري غاساما. هذا الحكم الذي لا يختلف في اثنين على أنه ذبح الخضر بطريقة شنيعة، وقادم إلى ملعب الشهيد مصطفى تشاكر لحرمان الخضر من مونديال قطر. ولا أختلف مع أحد، لكن الذي لا أختلف ولا أتفق مع الكثير على أن ما يدور حاليا وما يتداول حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن أصحاب الفيديوهات المفبركة يدعون أنهم يملكون الأدلة على أن الحكم الغامبي باكاري غاساما تلقى رشاوي مالية من جهات محسوبة على الاتحاد الكاميروني ومن طرف رئيسه صامويل إيتو. أقول كلامي هذا وأنا واثق مما أقوله، لا أحد يملك الدليل القاطع على أنه يملك ما يثبت أن الحكم باكاري غاساما قد تناول رشاوي مالية من طرف جهات محسوبة على الاتحاد الكاميروني. صحيح هذا الحكم فعلا قتلنا وتلقى رشاوي مالية من جهات داخلية، وربما أقول هذا من جهات داخل أرض الوطن ومن جهات خارجية، هذا شيء مفروغ منه لأنه أدار اللقاء بطريقة فاضحة جدا. لم يسبق وأن شاهدنا حكما منحازا بمثل الطريقة التي انحاز بها الحكم غاساما للمنتخب الكاميروني وحرم الخضر من بلوغ المونديال. لكن الذي يجب أن يقال والذي يجب أن نعترف به، نحن من قتلنا أنفسنا في اللقاء. صحيح، نحن من قتلنا أنفسنا في اللقاء. قد يقول القائل يا كريم كيف ذلك؟ أقول لكم، لقد كنا على بعد ثواني قليلة من المونديال. لقد جاءتنا فرصة العمر لبلوغ مونديال قطر، لكن سذاجة اللاعبين الجزائريين وسذاجة المدرب جمال بالماضي كلفتنا الغالي في الثواني القاتلة، ثواني قتلت أحلام الجزائريين في رؤية المنتخب الوطني في مونديال قطر نهاية السنة الجارية. لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، ففي الوقت الذي كان يجب على اللاعبين التحكم في برودة أنفسهم والتحكم في اللقاء جيدا، راحوا للأسف يحتفلون بطريقتهم الخاصة على أننا بلغنا المونديال، بما في ذلك الناخب الوطني جمال بالماضي الذي تجاهل اللقاء والذي تجاهل أن المباراة لم تنتهي بعد، وراح يحتفل كما كنا نحتفل نحن وراء شاشات التلفزيون على أننا تأهلنا. لكن وقع الفأس على الرأس وسجل المنتخب الكاميروني هدفه في آخر ثواني اللقاء وقتل أحلامنا وأحلام الخضر في التأهل إلى كأس العالم. لكن للأسف رحنا نحمل الخسارة للحكم غاساما. أقول هذا الحكم فعلا قتلنا في اللقاء، لكن ألم تتح لنا فرصة لبلوغ المونديال في الثواني الأخيرة بعد أن سجل اللاعب طوبة هدف التعادل؟ أقول للجزائريين يجب أن نستفيق من الأوهام التي يزرعها والتي يحاول البعض يدعي أنهم يملكون الأدلة على أن الحكم غاساما. وراح أحد الإعلاميين المعروفين على الصعيد العربي يقول ويخاطب الجزائريين أنني أملك الدليل القاطع على أن الحكم غاساما قد تناول رشاوي مالية وسأقدمها في الوقت المناسب لأكشف على أن هذا الحكم مرتشي. يا أخي لماذا تنتظر؟
والوقت دائم قدمها للجهات المانية إن كنت تدعي بما تقوله على أن الحكم قاسام فعلا كان مرتشي، ولأنه تملك بالأدلة والوثائق على أنه تلقى رشاوي مالية من جهات محسوبة على الاتحاد الكاميروني. يا أخي لماذا تنتظر؟ أقول لك أنك أنت كاذب وأمثالك كذبون ويكذبون على الجزائريين ويبيعون. للأسف الكثير من الجزائريين يصدقون مثل هذا الكلام، فلا أحد يملك الدليل. علينا أن نعترف بالحقيقة، علينا أن نستفيق من الواقع، علينا أن نستفيق من الأوهام الذي نحن نعيش فيه. المنتخب الوطني الجزائري خسر تأشيرة المونديال إلى قطر، ولن نتأهل لا في الفيفا ولا خارج الفيفا بعد أن خسرنا اللقاء بملعب مصطفى تشاكر. خسرنا، نعم الحكم قاسامة هزمنا، ولا أختلف مع أي أحد، نعم هذا الحكم المرتشي جاء إلى الجزائر ليهزمنا، لكن أتيحت لنا فرصة العمر لبلوغ المونديال ثواني قليلة حرمتنا من التأهل. نحن من حرمنا أنفسنا قبل أن يحرمنا الحكم باكاري قاسامة. علينا أن نستفيق من الأوهام، وعلى الجزائر أن يستفيقون من الأوهام. فلا أحد يملك الدليل. أقول هذا كلامي وأنا واثق، ولا توجد مادة في الاتحاد الدولي لكرة القدم تقول على أن هناك احتمال إعادة لا يوجد أي احتمال بإعادة اللقاء. وقالها الحكم الإيطالي الشهير الذي يرأس حاليا لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم، على أن الأخطاء التي ارتكبها الحكم قاسامة خلال لقاء الجزائر الكاميرون أخطاء تقديرية. أقول هو القائل وليس أنا الذي أقول، قال أنها أخطاء تقديرية، وكل حكم معرض للخطأ، وغير ولو يوجد أي حكم معصوم من الخطأ، وهذه سنة الله في خلقه، ولا يوجد أي شخص معصوم من كلنا نرتكب الأخطاء. هذه أشياء مفروغ منها. صحيح أن الحكم هذا ارتكب أخطاء لا تغتفر، لكن أن يقر الحكم الاتحاد الدولي ويعيد اللقاء فهذا من المستحيلات السبع. كبار التقنيين، أقول كبار التقنيين في العالم، كبار التقنيين في حكام العالم المعروفين، ولا أنا الذي أقول كلامي هذا، هن لا توجد أي ولا منعدم، أقول منعدم أن يقر الاتحاد الدولي بإعادة لقاء الجزائر الكاميرون. وكل ما سيقره الاتحاد الدولي يوم الخميس 21 مارس في مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل، قد يتم معاقبة الجزائر، المنتخب الجزائري، نظير ما صدر أو بسبب أحداث الشغب التي قام بها بعض الجماهير الجزائرية تأثرا بخسارة المنتخب الوطني الجزائري، وهذا برميهم أرضية الميدان بالكراسي. سيتم معاقبة المنتخب الجزائري ماليا، لكن أن يقر الاتحاد الدولي بإعادة اللقاء فهذا من المستحيلات السبع. أنا أقول كلامي هذا ومتأكد من ذلك، ولا أبيع الوهم للجزائريين. كلنا نتمنى رؤية المنتخب الوطني الجزائري، وكلنا بكينا بعد الخاسة، وكلنا تأثرنا، ولازلنا متأثرين إلى طريقة ربما كأننا فقدنا أغلى شيء نملكه. لكن أن نبقى ننتظر ونقول أن الاتحاد الدولي سيعيد اللقاء، ولأن الشخص الفلاني وعلى يملك الأدلة أن الحكم قاسامة قد باع في اللقاء فهذا شيء مفروغ منه، وأصحاب هؤلاء الهدف من ذلك هو كسب أكبر عدد من المشاهدين على اليوتيوب ولا شيء آخر. حتى أولئك الصحفيين الذين يطلون علينا، من بعضهم من المشرق وآخر من المغرب وآخر من الجنوب، وكل واحد يقول أنه يملك الأدلة، فأقول لهؤلاء تصريحاتكم كذبة، ولا تملكون أي دليل ما يثبت على أن الحكم قاسم قد تلاقى رشاوي مالية. هذا الحكم كلنا نتفق على أنه فعلا مرتشي، لكن للأسف لا نملك الأدلة، لا أنا ولا الاتحاد الدولي ولا الاتحاد الجزائري، كل الذي يعلم بذلك إلا الله عز وجل. أقول كلامي هذا وأسمحكم إن أطلت عليكم كثيرا، وإلى أن نلتقي بموضوع آخر. هو كريم يحييكم، تحية رمضانية خالصة
داعيا من المولى عز وجل أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا. أمين يا رب العالمين. وخير الكلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.